عقدت تنسيقية شباب الأحزاب السياسية الصالون السياسي الثاني بمشاركة عدد كبير من رؤساء الأحزاب وشباب الأحزاب. وناقش الصالون على مدار جلستين منفصلتين الديمقراطية وثقافة الحوار وتمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا. تحت عنوان الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثاني بمقر حزب التجمع بحضور عدد كبير من شباب ورجال الأحزاب والسياسة. الصالون السياسي هو يمنح مساحة لكل الطوائف والفئات المهتمة بالعمل السياسي في مصر أنها تشارك معنا، ليس فقط شباب التنسيقية، وهي فرصة علشان نعرض آراء شباب التنسيقية في القضايا المختلفة. بلا شك احنا دلوقتي الدولة المصرية بتاخد خطوات جادة نحو تأسيس وطني في جميع المجالات، أظن من أهمها المجال السياسي، وتنسيق شباب الأحزاب السياسيين هي في الأصل أصلا كانت حالة أو تدشين لحالة من الحوار. احنا النهاردة أظن فكرة الصالون قائمة على نشر هذه الثقافة في جميع الأوسياط، بنستثمر المساحات المشتركة اللي موجودة ما بين الأحزاب السياسية كلها في مختلف المجالات من أجل صياغة وإعداد رؤى مشتركة يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة. تضمن اللقاء جلستين، ناقشت الأولى الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار، وجاءت الجلسة الثانية حول دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي ودورها في رفع الوعي السياسي. الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان عندنا النسخة الأولى للصالون السياسي في على هامش الملتقى العربي الأفريقي بأسوان، وبالنسبة لنا الصالون السياسي منصة حوارية بتناقش أهم القضايا المطروحة. النهاردة عندنا جلستين، أنا مشاركة في الجلسة الثانية اللي هي بتتكلم عن تعزيز دور المرأة المصرية، بتتكلم عن التأهيل والتمكين والدمج للمرأة عموما. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما هي إلا منصة حوار تمثل نفس ما يحدث في المجتمع المصري، فيها المؤيد وفيها المعارض. كل اللي بيميز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المؤيد والمعارض، المؤيد بيؤيد بدون مزايدة والمعارض يعارض برقي، وده لأول مرة بيجتمعوا على منضدة حوار واحدة وينخرج برأي توافقي أو رأي شفاف. تقوم الأحزاب على دعم شبابها وتمكينهم من المشاركات السياسية والانخراط بالعمل السياسي من أجل تأهيلهم ليكونوا قادة للمستقبل في كافة المجالات لحمل راية الوطن إلى بر الأمان. تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدور مهم كحلقة وصل بين الشارع السياسي والمجتمع، وإعلاء ثقافة الحوار، وإعلان الحقائق لمواجهة التحديات والأكاذيب والشائعات، والعمل على الاصطفاف الوطني لمواجهة تلك التحديات. من داخل الصالون الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، عبد الحميد صقر، النيل.